السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب خلينا نشوف إذا أخذنا الـ employee class، بعدنا بموضوع الـ class طبعا، نجي نعمل paste. هذا كله ممكن نعمل comment لأنه ما بدي أنه أمسحها حتى تستطيع الاستفادة منها، وهذا أيضا أعمل comment تمام بهذا الشكل. طيب هنا class الـ employee، أجي أكتب هنا val first name نقطتين string بيكون، وأجي أقول get. لاحظ في عندي get equal، هختار get equal وأقول هنا أنا مثلا شنكتب هنا على سبيل المثال my first name. هنا ممكن نعمل بهذا الشكل my first name is بهذا الشكل تمام. هنا أنا ممكن أجي أعرف val لي، طبعا هذا employee 1 لازم نعمله لأن هذا يطلع أحمر لأنه في employee تمام. employee 1 يساوي بهذا الشكل، لازم ايضا افتح قوسين واجي اعرف المتغيرات. اول شيء انا احتاج الـ ID واحد فارزة، احتاج الى name فليكن my first name محمد، احتاج الى last name فليكن عيسى، احتاج الى age مش محتاج رقم 33 تمام. طيب خلينا نجي نعمل هنا print line هذا البرنت line نكتب بيها employee1. لاحظ my first name موجود لانه احنا عرفناه هنا كونه يحتوي على الفال كتعريف. خلينا نجي نعمل هنا right click run، خلينا نشوف شو راح يظهر. اوكي ظهر عندنا error، في عندنا ايرور موجود. اوكي نعمل هذا كلوز. طيب هنا عندنا val first name عملناها string، get نحصل على first name تمام، نجي نعرف بعدين نضيف القيم. المفروض ياخذ الـ first name، بعدين نجي نقول له هنا employee 1 طيب لو جينا قلنا think لازم هنا نعمل له بهذا الشكل my first name، خلينا نجي نعمل هنا run. لا كذلك انه اعطالي هنا ايرور، ليش لانك اوفر فلو ايرور ستاك اوفر فلو ايرور. طيب اذا قلنا هنا امبلوي 1 سو ذس از فيرست نيم. طيب لو جينا هنا عرفناهم، خلي يكون مثلا الاي دي val الفيرست سو فيرست نيم ذس وان val، لان هنا احنا معرفين val صح. اوكي val to string هذا احنا نعمله var، هذا نعمله مثلا val تمام. بس هنا بيطلع لنا error لانه conflict declaration public final. اوكي سو ذس از هذا يعتبر فاينل اللي هنا التعريف مالتك، تلاحظ public final بيعتبره. وهنا ايضا تعريف اخر احنا مسوينه هنا ممكن نغير هذا، يعني يكون my first بهذا الشكل تمام، لانه تو variables تعريفها ما يصير. بعدين نعمل get لهذا، اذا جينا على الامبلوي 1 dot
مفروض انه يظهر. لاحظ my first. تمام، هذا my first أنا ممكن انه اضعها في print line. اوكي وينه this one، بهذا الشكل. خلينا نجرب. مفروض الان انه يدمج هذا مع هذا حالة الجيت. لاحظ my first name is محمد. تلاحظ بيطبق هذا. هاي طريقة الجيت، انك انت تيجي تعرف اوكي هنا موجود، بعدين تيجي تعرف لك مثلا variable مثلا first، تريد تضيف concatenation مع هذا. كمان ممكن تعمل لك واحد اخر مثلا val على سبيل المثال الايج، انه بتزيد سنة بسنة بتزيد الايج رقم، فممكن تقول my age نقطتين init بس، لكن هنا my age رح يكون متكرر. تمام، فممكن تعمل هذا بالسمول فيتغير الاسم. initialize اوكي مش مهم، بس هنا خلي يكون ليكون الاسماء متشابه. اوكي سو نو بروبليم، لان هو نقول له get اوكي بهذا الشكل. تمام، الان ممكن اعمل my age plus 1 حتى يزيد على عمر واحد. الان انا عندي 33 مفروض يطلع 43، فراح اطالب بالفاريبل اللي هو my age وهو راح يعطيني الجيت. تمام، فاذا جيت هنا أنا عملت كوبي لهذا وعملت هنا بيست واجي على الامبلوي 1 اعمل الدوت، الاحظ انه عندي شيء اسمه my age هذا بالسمول، مفروض انه يزيد برقم. اوبس في عندي مشكله صارت. ليش؟ لانه احنا صح هذا لازم اوكي، هذا اللي احنا بنضعها في ال هون 33. تمام، هذا نجمعه مع واحد حتى يعطينا هاي. فاذا جينا عليه راح عملنا رايت كليك ران. لاحظ ظهر عندنا 34، انا اضفت 33 هو اوتوماتيكيا قام باضافه واحد الها. طبعا هذا ايضا ممكن يفيدك بالمثلا سالري اذا حبيت انه انت تزيد المرتب. تمام، فممكن انه انت تزيد المرتب عن طريق هذه الحاله اللي هو الجيت جيت ميثود. فمجرد تعمل برنت لاحظ هنا كيف يظهر ال 34. طيب انا راح اوقف هنا، كمل درس